وعد فوفى. قدم رئيس الوزراء التونسي حماد الجبالي استقالته إلى رئيس الجمهورية منصف المرزوقي بعد أن أقر قبل ذلك بفشل تشكيل حكومة التكنوقراط أو حكومة الكفاءات التي طرحها بعد مقتل المعارض شكري بلعيد. الجبالي وهو الأمين العام لحركة النهضة الحاكمة اعتبر الاستقالة وفاء للعهد وأحدد مطالبه للموافقة على تشكيل حكومة جديدة في حال طلب منه، وهي الابتعاد عن التجاذبات السياسية بالدرجة الأولى. واتعهدت بأنه إذا لم تنجح هذه المبادرة سأتنحى عن منصبي وأستقيل من رئاسة الحكومة، وهذا ما فعلته الآن عندما التقيت بالسيد رئيس الجمهورية. كما طمأن الجبالي الشعب التونسي على صعيدين: الأول أنه لن يترشح إلى الانتخابات المقبلة ولن يسعى إلى موقع أو منصب مهما كان، أما الثاني فهو أن استقالته لا تعني وجود فراغ في السلطة أو شلل سياسي أو حتى فشل للثورة، لافتا إلى أنه طلب من الوزراء والمسؤولين الاستمرار في العمل أكثر من السابق لتبقى الدولة كما بقيت عليه أيام الثورة. والآن بعد استقالة الجبالي يفترض أن يقوم الرئيس التونسي بالاتصال بالقوى السياسية والأحزاب، لا سيما الحزب الحاكم، لاختيار المرشح الأقدر، إلى أن يتم الاتفاق وإعلان موكل تشكيل الحكومة خلال 3 أيام، وهو ما بدأه المرزوق الثلاثاء. في المقابل أعلنت النهضة أنها أعدت برنامجا احتياطيا وجهزت العديد من الأسماء المرشحة، قد يكون أبرزها وزير العدل نور الدين البحيري وهو قيادي في النهضة، ووزير الزراعة محمد بن سالم وهو قيادي كذلك في الحركة. وسط كل هذا لا يزال الغموض يلف المشهد السياسي ومستقبل الحكومة والبلاد بشكل عام على وقع صراعات داخلية محتدمة ومخاوف أمنية.